أهلا بكم إلى موجز أخبار الآن. يعقد برلمان كردستان اليوم الأحد جلسة لمناقشة توزيع سلطات الرئاسة على السلطات الثلاث في الإقليم: التشريعية والتنفيذية والقضائية. وقالت مصادر برلمانية كردية إن برلمان الإقليم قد يحسم خلال الساعات القادمة خلافات كثيرة وتهديدات حقيقية ضد الإقليم ورئاسته، وقد يعلن عن إلغاء منصب رئيس الإقليم وتوزيع صلاحيات الرئيس على البرلمان والحكومة بعد أن قرر الرئيس بارزاني عدم ترشيح نفسه لولاية جديدة بعد انتهاء ولايته مطلع الشهر المقبل. يعقد وزراء الخارجية ورؤساء هيئات الأركان العامة للدول الأعضاء في التحالف لدعم الشرعية في اليمن اجتماعا استراتيجيا في الرياض اليوم لمناقشة تعزيز التكامل والتنسيق في جميع أعمال التحالف الإنسانية والسياسية والعسكرية. وينتظر أن يبحث الاجتماع متطلبات المرحلة المقبلة وجهود مختلف الأطراف المشاركة، بالإضافة إلى دوره في تعزيز الأمن والسلم في المنطقة والعالم. تدرس بنغلاديش التي فشلت مساعيها المتمثلة بتوزيع وسائل منع الحمل على اللاجئين الروهينجا فكرة القيام بحملة تعقيم طوعية للذكور لمنع الانفجار السكاني في المخيمات المكتظة، وقد وصل ما يفوق 60% منهم إليها منذ أواخر أغسطس هربا مما تعتبره الأمم المتحدة تطهيرا عرقيا في بورما، وتتخوف دكا من انفجارات الولادات وسط هذه المجموعة المعروفة تقليديا بكثرة التناسل. أطلق برنامج الإمارات للخدمة الحكومية المتميزة في إطار جهود حكومة دولة الإمارات في إسعاد المتعاملين دليل سعادة المتعاملين ودراسات قياس سعادة المتعاملين. تأتي هذه الخطوة ضمن مبادراته الهادفة إلى دعم توجهات الحكومة في تعزيز مفهوم وثقافة إسعاد المتعاملين. نجح فريق من العلماء اليابانيين من استخدام خلايا جذعية معدلة لاستعادة وظائف خلايا المخ لدى القرود، وهو ما يعزز الآمال في إمكانية الاستفادة من هذه التقنية في المستقبل لمساعدة مرضى الشلل الرعاشي باركنسون، حيث صنع الخلايا الجذعية عن طريق استخراج خلايا مكتملة النمو من أحد الأشخاص ثم تعديلها لكي تقوم بدور الخلايا الجذعية الجنينية، ويمكن عندئذ تطويعها للقيام بدور خلايا المخ التي تفرز الدوبامين. نهاية الموجز، إلى اللقاء. نشكركم على متابعة قناة تلفزيون الآن على اليوتيوب. ليصلكم كل جديد قوموا بالضغط على زر الاشتراك أو سبسكرايب. إن أعجبكم ذلك شاركونا بتعليقاتكم، ولا تترددوا أيضا بالضغط على مشاركة أو لايك.